الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. عادني الله منها واياكم. باب الاذان والاقامة. هل كان واحد كيقول لنا باب الاذان، اذان كباب كيسية، والاقامة اقامتي. أذان كل لغة وأغيسين لأغيسين أي صلاة وقت قدين وصوق علي القرآن كان وحا كسوغا وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر وصورة التوبة مركي مشركين تلقى ممنوع أي إن أي مكة دب مرتي أي مادان أي صورة التوبة سودك تي علي بن أبي طالب نبي وكذا بدري أبو بكر إنه مرتي كجارسيو أن أذان كنا فضل بدن بولي هاي المؤذنون أدول الناس عناق يوم القيامة مؤذنين تو إيجا يا أقول لكم دير ما أنت قيامة حديث بدن بانا كسار ورطي فضل أذانك يقفك أجرك أولي هاي واي هاي حديث كمركة كواد عاوة بقول فرتن يصدح ويا شارح حيقة قصة حديثكو عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه كتب تقار بلوغة مارتي رواية أنا قلنا هل حديث يرواية ده الله معنا أردن هل حديث بكترنا يا وصوتها أيوك لدوينيهين ترسي حديثته عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان بالله هذا وربني عمر ربني عمر بن عوف صحابي كلا وحلا له ويسد يبين كسر عمر عبد الله بن زيد ابن محمد عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني اسمه الرمازني نكاس مرك عبد الله بن زيد ابن عبد ربي وصاحب كي أذان كرضي الله عنه قال وحول ضاف واحد ضوافي بي أنا جو أنا أنا جو هرده رجل بعد ضوافي يعني وحييمي ريو يعني سحابة نور رياضة ضاف واحد ضوافي بي عنيقة واني عنيقة قول نائم هردبا رجل نمبا ايمي وفقال وحيدي تقول واحد رئيسا مركز آدام يسو الله أكبر الله أكبر وفذكر وحو الشاقي يعني إلهي باوين إلهي باوين فذكر وحو الشاقي الآذان آذان كيو وطا بتربيع التكبير ان تكبيرته افر لا غدغو اذان كان افر با لا غدغا اذانك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وافر فذكر وحو شغال اذان اذانك يو بتربيع افر بتربيع التكبير تكبيرته افر لا غدغاي لكن بغير ترجيع صحابيا عبد الله بن زيد ترجيع لما برن ترجيع وين أركي دونا ترجيع وحوية مركا ترى الله أكبر الله أكبر قف وين هوست إلى هذا يسقنا الله أكبر الله أكبر أيضا لكم مغلي أشهد أن لا إله إلا الله هذا نهوست وكذا أشهد أن لا إله إلا الله ترجيع كاسف على هذا مركا صحابيا بغير ترجيع إن إنه كلمة كستو هذا أنا مركو سروي له هذا هوست نورده الله ما أمر بغير ترجيع يعني ترجيع الآن يعني يسقون العشن ولفتي وصاروا كل واقعي خاصه انكر راعين والاقامه وح مارت وبرينك اقامه نفراد ايده هلهله واكو الا قد قامت الصلاه قد قام الصلاه لان اقامه وهلهل هلكي اي تكبيرته افرت كاهيد لبا لغا دغيا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح لكن ما لبا قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه مركوا كان النور شيء إلا قد قامت السلام ويانه أنت كلا وفرادة وهالهل قال وحيد فلما أصبحت مركان وابريستي فلما أصبحت مركان وابريستي أتيت وحنومي رسول الله رسولك إلى حنومي صلى الله عليه وسلم وفقال رسولك وحيد يعني قصة بوشة عبد الله بن زيد ابن عبد ربي رسولك الله ويا صحابة مركي وروح يكون رمان أو مرت إلى أذان أذان كمرت يعني هي
aynu ka dhiganno naaquus kan nasaaradu garaacdo. Qolo kale waxay dhahdeen maya aan dab shidanno. Qolo kale waxay dhahdeen aan soo qaadanno baalkan yuhuuddu afuufto ee maxaanku dhahdaa maaragtay geeska ah. Marka ilaahay marka saxaabigan baa fay oo riyada loogu yimi, riya loogu yimi. Marka wuu sheegay rasuulkiibuu ayuu tegay Cabdillaahi bin Zayd ibn Cabdirabbi wuxuu yidhi, faqaal rasuulku wuxuu yidhi, innaha tani la ru'ya riya weeye oo xaqun xaqa, waxyigiina waa lagu sugan. Alxadiis akhrajahu axmed baa soo saaray wa abi daawudi wasaaxu tirmidiy ibn khuseyma wasaad imaam axmed wuxuu ziyaadiyey fi aakhirihi maratan qisata maarata qawli bilaal, hadalkii bilaal radiyallahu canhu oo yacnii waxaa la yidhi aadaanka u yeedhi bilaal, maxaa yeele bilaal aad buu cod fiicnaa. Marka bilaal u yeedhi baa ha aadaame wa fii aadaan lilfajri, aadaanka subaxana waxaa la yidhi ha lagu daro asalaatu salaadii baa khayrun ka khayr badan min annowmi hurdadii. Riwaayaadkan o dhan albaani wuu saxiixiyey, xadiiskuna waa saxiix weeye. Marka laba aadaan baa aadaanka la aadaamaa, aadaanka hore ayaa maxaa lagu daraa ee lagu suxuurto asalaatu khayru min annoom, laakiin aadaanka salaada lagu galayo sida sunnada ah lafdigani kuma soo aroorin. Wali ibnu khuseyma waxaa maaratay ibnu khuseyma waxaa u sugnaaday an anas ibnu malik radiallahu anhu qaala inuu anas yidhi min asunnati, qaala inuu yidhi min asunnati, sunnadii waxaa ka mid ah idaa qaala hadduu yidhaahdo almuaddinu, muaddinkii hadduu yidhaahdo fi lfajri salaadii subax, markuu yidhaahdo haya cala salaah, haya cala alfalaax hadduu yidhaahdo, qaala wuxuu odhanayaa asalaatu salaadii baa khayrun ka khayr badan min annowm, min asunnati, sunnadii waxaa ka mid a idaa qaala almuaddinu, ninka muaddinka ay fi lfajri, ilay salaada subax laba aadaan bay leedahay, aadaanka hore salaada subax inuu yidhaahdo, markuu yidhaahdo haya cala salaah, haya cala salaah, haya alfalaax, haya alfalaax, inuu yidhaahdo asalaatu, qaala inuu yidhaahdo asalaatu salaadii baa khayrun ka khayr badan min annowmi hurdadii. Marka asalaatu khayru min annoom waxaa lagu darayaa aadaanka hore, aadaanka dambe lagu darmaayo. Axaadiistuna waa wada saxiix, axaadiistanina waa wada saxiix weeye. allahu mustacaan. Wacan abi maxduura, abi maxduura waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alay slam, nebigu callama wuxuu baray abu maxduura aadaan ku baray, waayo nebigu markuu maka maxaanku dhahdaa furtay ayaa iyagoo dhalinyaro yaryara ayay nebiga iyo ciidankiisa raaceen abu maxduure iyo ciyaal yaryaroo kale la socda. Markaasaa saxaabada aadaankoodii bay dhegeysteen, markaasay meel bay maaratay ciidanka hareerihiisa bay ka aadaamayeeno hadalkiibay ku celcelinayeen, deedna cid baa loo diro. Markaasuu nebigu ciyaalkii baa loo keenay, masuul ninkii aadaankaa aadaamayay quruxda badan la keebuha, markaasaa waxaa la yidhi waa abu maxduura. Markaasuu nebigu aadaankii reer maka ayuu muaddin uga dhiga, ilaa meeshay joogeenna markaa waa maka. Marka caruur yaryaroo macnaha canjilaysa saxaabadii aadaamaysay ayaa codkiibu ayuu rasuulku arkay, dabeedna cod uu kala dhex baxa. Sidaa daraaddeed aadaanka caruurta in la baraa waa muhim, oo qur-aanka la baro, oo atxiyaadka la baro, oo diinta la baro, aadaanka waa muhim caruurta in la baraa. An abi maxduura radi allahu canhu ana nabiya sal alla sl, nebigu callama wuxuu baray hu abu maxduura al-aadaana aadaankii uu baray, oo fadakara waxaa aadaankiisa uu baray ka mid ahaa fiihi aadaanka at-tarjiic, tarjiica. Marka abi maxduur xadiiskiisa ku soo aray aadaanku, macnaha qofku markuu iska aadaamayo soo nebigu odhan ma odhan dhaha aadaan, ninka muaddinkii wuxuu yidhahdo ka daba dhaha, sida ninka muaddimaya markuu allahu akbar allahu akbar inanaynu ka daba nahno allahu allahu akbar, baa ninka aadaamaya xadiiska abu maxduura oo saxiixa waxaa loogu sunneeyey qofka laftiisu aadaamaya markuu aadaanka allahu akbar allahu akbar uu kor yidhaahdo inuu hoosna u odhan karo. Dabeedna markuu yidhaho ashhadu an laa ilaaha ila allah, intaa uu yacni nasanayo inuu yidhaahdo ashhadu an laa ila allah, laakiin waa inaan la maqal ka hoose ee tarjiic ah. Fadakara wuxuu sheegay fiihi aadaankiisa at-tarjiica, inuu tarjiicsado oo kelmad kastuu kor u yidhaahdo inuu ninka maadinkii hoos u dhaho. Haddana akhrajahu muslim baa xadiiska soo saaray, walaakin dakara atakbiira, takbiirta wuxuu sheegay fii awalihi, marka aadaanka la bilaabayo, marratayni, laba jeer oo qura faqad. Macnaha riwaayaadka kale oo dhan afar bay sheegeen, laakiin riwaayadda muslim ayaa maaratay takbiirta marka la bilaabayo laba ka dhigtay. Rawaahu khamsa ayaa warisay,
shantuna way wareysay afarta sunanka iyo axmed oo fadakaruhu shantuba iyagu waxay sheegeen murabaca inta kabiirtu afar ahayd. Sidaa daraaddeed culimada qaar baa yidhi riwaayada muslim waa bashaad oo lagu camal fali maayo, lanna riwaayaadka xadiiska oo dhan bay khilaaftay oo afar aadaanka laga dhigaayo. Culimada qaarna waxay yidhahdeen maaha e waa lagu camal fali karaayo iyadoo laba ah iyo iyadoo afaraba way soo aroortay, way soo aroortay, lanna waa la jamcin karaa, waa la jamcin karaa in la jamciyana isdiidi mayso. Laakiin axaadiista badankeedu afartaasi kusoo aroortay, aqimkana laba ay kusoo aroortay. Sawey wacan anas radiallahu canhu qaala wuxuu yidhi umira waa la amray, qaala wuxuu yidhi umira waa la amray yashfaca inuu labalaba inuu yani dhaban ka dhigo al aadaana aadaanka inuu yani maratay shafci ama dhaban ka dhigo labalaba ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammada rasuulullah ashhadu anna. Marka takbiirta laga reebo ugu horreysa iyadoo afar waa kow, wayuutira inuu wutriyeeyo ayaa bilaal la amray aliqaamata iqaamada ilaa maratay maratay ila aliqaamata qad qaamat sala qad qaam salaam yani inta kaloo dhami waa maxay waa halhal macnaha allahu akbar allahu akbar iyada labaa laga dhigayo waa isla halun bay ka dhiganta, waayo marka aadaanka waa afar bay marka afartii labun baa laga dhigayaa allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah hal mar, ashhadu anna muhammada rasuulullah hal mar, xaya ala salaa hal mar, xaya alfalaa hal mar. Marka qad qaamat salaa qad qaamat salaa baa laba ah. Marka wuxuu uhi wayuutira inuu witir ka dhigo ali qaamata iqaamada ila aliqaama oo marka lasoo gaadho qad qaamat salaa qad qaamat salaa yacni wuxuu ujeedaa ilaa qad qaamat salaa salaadii maratay waa loo kacay, salaadii waa loo kacay saasay ka dhigantay macnaha qad qaamati way taagan tahay, asalaatu salaadii way taagan tahay, salaadii way taagan tahay weye yani dadkii baa la doonaya inay salaadii u kacaan. Mutafaqun calayh xadiiska bukhaari muslim baa wariyey walam yadkur muslimu muslim istithnaagan ilaa qad qaamat salaada ma sheegin. Walinisaai nisaa nabigu uu amray bilaalan ayaa maratay ziyaadadaas ula xadiiskuna waa saxiix weeye. Marka xadiiska bilaal iyo kaabi maxduura iyo kii cabdillahi bnu zayd ee bilaal la yidhi bar waxoo dhamme isu waafaqsan yihin. wacan abi juxayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu juxayfa raaytu waan arkay adinu aadaamaya bilaalo aadaamayaan arkay oo maratay wa waxaan raacraacayay maratay wa atatabacu marka uu aadaamaya waan daawanayayo waxaan raacraacayay faahu afkiisa haahunaa marku dhinaca aw leexinayo iyo haahunaa marku dhinaca aw leexinayo afkiisaan raacraacayay buuri labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhagood ayay ku jireen oo saas u lahaa lanna wuxuu doonayay inuu codka si wacan u maqlo siduu maratay u aadaamo. Marka macnaheedu waxa weeyaan bilaal muxuu afka seebu lahaa maadaama aanu mikrofoon jirin. Markuu qofku aadaamayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an ashhadu anna muhammada rasuulullah ashhadu anna. Marka la gaadho xaya cala salaa war salaada u kaaleya, xaya cala alfalaax war libaanta u kaaleya, muxuu bilaal iyo saxaabadu samayn jireen macnaha midigii bidix buu jeesanaya ille waxa la rabaa inuu codku adduunka oo dhan gaadho jihadan kaa horreysa qura gaadhsiin mayse ille mikrofon ma jirine. Marka maxay odhan jireen xaya cala salaah xaya cala salaah marka afkan la raaciyay buu ihi waan daawanayay xaya cala alfalaax yani xaya cala alfalaax marka dhan uu jeesjeesanayay si codka dadka uu maratay u tuuriyeeyo. Marka wuxuu yidhi waa tatabicu waxaan raacraacay abu juxayfa saaleh faahu afkiisa haahuna halka iyo haahuna wa isbicaahu labadiisa faroodna halkay ku jireen fii udunayhi labadiisa dhigood bay ku jireen rawahu axmed wa tirmidi wa saxaafa. Waxa usugan wajacala wuxuu ka yeelay isbicayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood wali abi daawudna waxa usugan lawa cunuqahu qoorti falamaa balaqa markuu gaadhay xaya cala salaa salaada yacni u kaalaya yamiinan ayuu maratay codka maratay ayuu luqunta u jabiyey iyo lama balaqa xaya cala salaa xaya cala salaadii hore saasuu yidhi xaya cala falaxda dhammaansadan haddana xaya yani xaya cala salaa waa xagga ah haddana xaya cala salaa haddana xaya cala alfalaax haddana xaya cala alfalaax saasay ka dhigantay macnaha maratay luqunta ayuu dadbaayay. Walam yastadir laakiin maratay xagga kale uma wareegini macnaha isagoon qibladii ka jeesan ayuunba luqunta marna maratay garabkiisa saarayay marna garabkiisa kale saarayay.
ولم يستدر ما سوى وريكسن ولم يستدر وأصله حديثك في السياحين حديثك السياحين كا أيوك يا لا أو كسوي بقول يو تضوي يو محن كرة ذا أفرتن أنا جوا كي جدين كلا بقول يو حواي جدين قرنة روايات كسكو ترينا جاية وأنا بمحذورة بمحذورة وحلاقي وري رضي الله عنه إنه بمحذورة يري أن النبي النبي أعجبه أعجب جلين شري النبي صوته أن النبي النبي أعجب وح أعجب جلي هو النبي صوته صوت أبي محذورة لأنه وين يجينا أيضا كي مكاي دبقة لأن يجوا صحابة يريرة مركز سو يدي يدي كان مركز سال ويني سوى هذا يو كوما أبو محذور نقطة مركز وحده أن النبي النبي أعجبه وح أعجب قليه هو النبي صوته صوت كيسة وصوت كأبي محذوره وفعلما وح براي هو أبو محذور النبي الأذان أذان كأي نبي براي رواه ابن خزيمة يا حديث كوري ويا حديث الرواه صحيح ويا سنة كود قارن سياحين كوري سين صومر أسأل كود سياحين كوكي لا يسونا كبا علامة الباني وصحيح لولا حديثا ساسوي كان ابن خزيمة يسنوا مرتوا حسن وياهي أن كان هو في عين يهي أو مسلم يقير كبا وريه وياهي كون مسلم وريه أنا خير وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وحور جابر صليت مع النبي النبي قال لك صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة يعني مر وحكة بدن بان صلاة عيدة نبي مرتين أما الله بشر أيان لا تكدي بغير آذان نبي صلاة عيدا ما آذام لو ما آذام ولا إقامة لما أقيم وأنا صلاة عيدا لما آذام لما أقيم صلاة الجامع أنا لما أدهو بس والله كعيان رواه مسلم بحديث كبير والنحو هو في المتفق عليه مرت حديث كنا ولا سكوا فخصني سوى سيسا مسلم مرت رواه دنا سجاله وعن ابن عباس ونحوه هو في المتفق عليه بقى مرت كسار يسوى متفق حديث عن ابن مرت عن ابن عباس رضي الله عنه هي وغيره أي حديث كنا وريه ويا سكون وساحين كوكيا له مركا سيدا سوية إناني سلاة عيدو آذان ياقم تون الله بي إي نوت المامسا حديث كلا عن أبي قتادة رضي الله عنه ربعي من حارث في الحديث الطويل حديث كده يرى أبي قتادة وحويري في نومهم أي هردادة كالسيحدين عن الصلاة الصلاة نبي قاها بين سقو الجهاد كتيرة بي ميل سيحدين دابدنا وحويري بلالو صلاة إنو إلالي بلالو صلاة إنو إلالي دابدنا بلال با صلاة دي سدو إلالي بو فرق كو قمي دابدنا عدد با صوب حضي عمر يو نبي يبا كعي دابدنا مركو بلالو محاكو قدعي دابدنا بلالو حويري إلهي نفيهن هردة مرتي كو قاتبا عنا يو قاتي دابدنا مركي أي وادي بي كدقاقين ويك غورين نبي و خدال كان وادين الشيطان باينا ان لا بريي markay waadigi ka gureen ayay meel kale degeen waa la aadaamay waa la aqtimay salaad subaxna iyadoo barqa buu rasuulku tukaday thumma dabadeena xadiiska dheer wuxuu aha adana uu aadaanay bilaal bilaal ba saxaabadi uu aadaamay oo barqa fa sallahu tukiyay annabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam kama kana sidii yasnacu uu samayn jiray kulli yoomin maalin kasta salaadaha subax iyadoo waagu bariin sidii uu tukun jiray ayinba markii aad soo baxday salaad ka tagtayna nabigu uu tukiyay markaa rawaahu muslim xadiiska wariyay وله حوصا عن جابر مركا النبي قال إيه إن صحاب دب صلاة كتكتو يعني تصلي إنه تهاي إن قف قدي صلاة كتكتو دور كل سوق ميس مركا أتوسطو مرت أياد حان كل أنت ويسيستو الصلاة دي تكون إساء مرت قف كوي الرسول كويلي إذا نسي قف متكين هدو صلاة دي إلا هو أو حان كل هذا مرت حان كل هذا مرت إذا نام عن الصلاة هدو صلاة دي كسر أو نسيها أما هو إلا هو فليصليها حتى كذا إذا محن كره مرت إذا كرهها مركو حصوصته أما هردي ككعه وينو سلادي تكذا ولا كفارة إلا ذلك كفارة كرنا ماله إن المركي بمرك هردي ككعده أما إلا وجي حصوصته سلادي إن سلادي تكتوهي ولو هو حصوص نادي عن جابر رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أتى ويمي المستلفة نبي مستلفة أيومي فصلى وكت كذي بها مستلفة أيو كت كذي المغرب سلادة مغرب كت كذي والعشاء صلاة عشاءنا وكنت كذي بأذان أذانه واحد كل جيب وكنت كذي وإقامتين يلا باي قامو نبيه مستلفة يومي وفصلة وكنت كذي بها معناها مغرب يعشاء مستلفة قرط لي ماذا ما أنت عرف له تاجي هاي صلاة مغرب عرف له كنت كذو مركو قبل كنتك وقول له عرفه بلا سيدايا هبين ودم بلا صوص ضايو قفك مرت صلوا جيا
ilaa 10 habeenimo yimaada, ilaa 4 saacadood oo dhowdhow baa loo kala socdaa Mustalifa iyo Carafa. Markuu nebigu 10 habeenimo yimi, muxuu sameeyey? Salaadii maqrib baa loo aqimay, yaa loo aadaamay, kadibna fasalla biha, wuxuu ku tukaday inta la aadaamay baa la aqimo. Maqrib buu tukaday, haddana waa la maartay, haddana waa la aqimay, oo cisha ayaa la tukaday. Salaada maqrib marka 3 rakacood baa la tukaday, cishana 2 laga dhigo, waa la gaabiyey. Biaadaanin aadaan qura ayuu ku tukaday waaxidin, hal marun baa ila 2 salaad waa la jamcinayay, hal marun baa loo aadaamay wa iqaamatayni, laakiin tanna waa loo aqimay, ta kalena waa loo aqimay si 2 salaadood loo kala garto. Maqribna waa la aqimay, waa la tukaday, haddana tii kalena inta loo kacay baa la aqimay, waa la tukaday, laakiin aadaanku aadaan qura ayuuha. Walahu waxaa usugan can ibnu cumara radiallahu anhuma, isagii abii baa la raaliha ka ahaadee oo imaamu muslim uu soo saaray weeye xadiiska, jamaca waa jamciyey annabiyu nebigu sal allahu alay waslam bayna almaqrib, maqrib buu jamciyey, walcisha salaada cishaa dhexdooda ayuu jamciyey, maqrib iyo cishii buu isu geeyey, biiqaamatin waaxida, waa mustalifa, waa habeenka xajka, biiqaamatin waaxida, hal maarata iqaamo ayuu nebigu ku jamciyey. Wazaada wuxuu ziyaadiyey abu daawud, abu daawud wuxuu ziyaadiyey likulli salaatin, salaad kasta likulli salaatin, salaad kasta saasuu ku jamciyey. Wa fii riwaayatin, riwaayad kale oo lahu nebiga maartay usugnaatay, yacnihi abi daawud, wazaada abi daawud likulli salaatin walcishaa biiqaamati, abi daawud wuxuu sheegay likulli salaatin, salaad kastaba iqaama yidhi. Wa fii riwaayatin lahu, riwaayad abi daawud soo saaray, walam yunaadi, labada midna looma aadaamin, laakiin waxa weeyaan raawiga ayaa khilaafay ruwaada kaleo aadaan qura ayaa lagu tukaday. Maxaan ku dhahdaa maaragtay maaragtay hal aadaan baa lagu tukaday iyo 2 aqim, saas weeye. Walam yunaadi fii waaxidatin minhuma, ayuu riwaayada kale maaragtay oo muslim iyo abi daawud ba maaragtay, laakiin sida raajixa waa la aadaamay waana la aqimay, markaas haddana la aqimay oo tii kale la tukaday waayahay. اللهم مستعان. وانا سدا مذهبك امام احمد يو اي كنت كان شافعي ان اذان قرا لو تكدا لبدي صلاهات لكن تهره لو اقيمو marka la tukada tadabana la aqimo. حديثك كلا عن ابن عمر يو عائشة ابن عمر ابن عائشة وحا لغا وريي رضي الله عنهما قالا اني لبدو بي يلهدين قال رسول كو وحي صلى الله عليه وسلم ان بلال بلال نك لا يلهدا رضي الله عنه يؤذن وحو اداما بالليل هبنكي aadaanka hore suxuurta ayuu aadaama, ee fakulu aadaankiisa cuntada ha kaga tegina, ee cuna, washrabu sharaabkana cabu ha kaga tegina, xataa iyo yunaadii uu dhawaaqo ibnu umu maktuumin, in ibnu umu maktuumin ilaa cabdillaahi ibnu umu maktuum ilaa uu dhawaaqo, hadda balu fiirso ha ka tegina. Oo wakaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo ibnu maartay ibnu marta ibnu ibnu ummu maktum wuxuu ahaa wash martay hatta yunadi imarta inu maktum wa kana wuxuu ahaa rajulan oo a'ma indala, wa kana wuxuu ahaa rajulan oo a'ma indala, la yunadi ma dhawaaqi jirin hatta yuqalu lagu yiraahdo lahu isaga asbaxta asbaxta, ila lagu yiraahdo warwaad waa barisatay, waad waa barisatay, marka aadaanka dambe ee waad waa barisatay baa lagu joojin jiray maxaa la yidhahdaa suxuurta. Nebigu wuxuu uhi habeenkii Bilaal goor hore uu aadaamaaye sharaabka maartay fakuluu cuna washrabuu caba xataa yunaadii ibnu maktuum, markuu ibnu maktuub camar ibnu abi maktuum cabdillaahi ibnu maktuum wuu indhala aaye, wa kaana wuxuu ahaa rajulan acma, kaa isaga ku joojiya, maxaa yeelay laa yunaadi ma dhawaaqi jirin oo ma aadaami jirin xataa yuqaalu lahu lagu yidhaahdo asbaxta waad waa barisatay asbaxta. Mutafaqun calayh, xadiiskii Bukhaari Muslim isku waafaqay. Wa fii aakhirihi idraaj baa ku sugan, waayahay waayahay waayahay, macnaha nin indhala buu ahaayo muu aadaami jiray asbaxta asbaxta baa mudraja, nebigu sidaa ma dhihina, yacni saxaabadi baa leh, waayo nebigu wuxuu buu yidhi cuntada ku joojiya, dabeedna saxaabadi baa fasirtay waxay yidhahdeen maxaa yeelay nin indhala buu ahaayo ilaa waagu intuu baryo la yidhahdo war waa waa bari waa waa bari ma aadaami jirin, yani markaasun baa cuntadana la joojin jiray. Marka macnaha intaasaa mudraja ila saxaabada tiri oo inoo fasirtay waayahay xadiiska can ibnu cumar radiallahu anhuma, ilaahay raallihakaadi si aabihiibe waa cabdillahi ibn cumar ibnu khadaabe
إن بلالا بلال وحو يري إن بلالا بلال أذن وحو آذاما قبل الفجر إنتان صلاة الصبح واجي دلالا واجي اللي قلت كده آذانك يعني هابين كي سقل دحي أيو آذاما وفأمر وحو أمره بلال النبي النبي وحو أمره ها أن يرجع إنو كن نقضاء فينادي أمرك لدواقه ألا هو ياي يسقول إن العبد دون كنام واسح ذي أنا حديث كم حليه هاي بلال با وقتي أن أذان كيد دم بحتى صلاة الصبح كهري وقتي كهر ريسة بوك عيو وكسل لي أذان كي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قولي إن بلال ببال أذان هو حادامي قبل الفجر وقتي كي فجر كله أذامي شري وقتي كهر ريس وصغدي دحا وفامر روح أمري هو النبي فامر روح أمري هو بلال النبي النبي أن يرجع عينه كل أبطأه فينادي ودواقو يدهده ألا إن العبد النام وردون كي هرددي بالله تكتي ولي آذان كي لما قارن إنه ددك ساكو يدهده حديث كأبي داود باوري وانو ضعيف وضعفه لبر وايدود با مارتكو سوغانو لبضو بوا ضعيف سي علمدو يراهدين سيدا درادين يعني مارتي وأثر يعني هي ابن عمر كتاغن أو ضعيفة حديث كلا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحيدي قال رسول كوحر صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مركع مقشان النداء آذانك مركع مقشان فقولوا دها مثل وحيد أولها أرنايو مثل ما شيقي دها يقولون أورنايا المادن مادن كوحر هذا كدب دها واكو متفق عليه حديث كوالا سكوافقي بخاري مستبع سكوافقي وللبخاري وحاوصقا عن معاوية معاوية من أبي سفيان بخاري وكوري رضي الله عنه مثله دها وحي ويراه مثله دها ولمسلم مسلم وحاوصقا عن عمر عمر وحاوصقا رضي الله عنه في فضل القول في فضل القول قولك يعني فضل جيس يوناق وحاجر لقه الأيو كما سدي يقول ورناي المؤذن نينك مؤذن كي وحي ورناي فضل قولك كسار وري كلمة تنبوي دي كلمة وفي فضل قول وفي فضل قول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحياة على تيني مركا لقرر يبا حياة على تينك ويقى مركو لا حياة على صلاة حياة صلاة ديه ميس وانا سأل لا حول فيقول وحورنا يا لا حول حوق مرتم وصغنانين يا ولا قوة يعني لا حول حيالة دينا وصغنانين يا ولا قوة أوديتونا إلا بالله ألمو يعني وحياة على تينك يدا حياة على الصلاة حياة لقمة دوا يدهده لكن مركز سوى حياة على حياة على الصلاة يدهده لا حول ولا قوة إلا بالله حياة على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله أي لقمة دوا يدهده ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول يعني هذا الكي فضل جيسة كما يقول المؤذن سيد المؤذن كورنا يو كلمة كلمة أي الله وقد دبرنا يا كلمة كلمة بالله وقد دبرنا يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا سوى مركا لا قريبه حي على تين لا بد حي على تينه فيقول قفكو حورنا يا مركو لا حي على صلاة وحورنا يا لا حول ولا قوة إلا بالله ساس بورنا يا وأنا صيت هايو عزك ساس سيح كوي هاي واي هاي واي هاي واي حديثك كلاوة عثمان عن عثمان بن أبي العاص صحابي وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال وحر يا رسول الله رسول كله اجعلني إغيال إمام قومي قوم كي جنك تكنا إغيال وفقال وحر أنت هذا إمامهم أدقى إمام وه نبي بس أكولي عثمان بن أبي العاص وكو وغتدي معناها كدايو بياد عفهم مركز إمام النقطة كودو وضع إفسان يعني صلاة كو قياس وهكو ديرين لأن أضيق القبوبي يقفك محاك برادا عريانك يهو يدا أورك لأ دادك قداشا دا كتو كان يكا وضع إفسان صلاة كو قياس أنت هذا إمام إمام كودي با تير هرما كي وقت دي كودا يبو يليو بياد عفهم كودو وضع إفسان كودا يو واتخذ يالو واتخذ يالو مؤذنا مد مؤذنا يالو مؤذن قوم كاغا كدح سميسو مؤذن كو لا يأخذ أن قادنين على آذانه آذان كيسا أن قادنين أجرا وحولا قوم كاغا
وان كاغا دغاي مؤذن كودا او دعيسان مر ولبا ايق كحوغه بدن لا صلاه اني مركا تكينيسو بقره انت دبد قبستوها كسارب لكن كودا ضعيف كا مرتي سوره عميو حالتا على الانسانيو مخان كودا سوره سور كا غاغابن مخا لا يراها ويل للمضففين يو كواس يعني كودا ضعيف كا سوره هي كبخي كريان كتوكي وي وقتدي كدايو بيادة عفين كودا ضعيفك أو اتخذ يالو مؤذنا مؤذن نين مؤذنو صلاة كو آدامو لا يأخذو أن قادنين على آذانه آذان كسان كو قادنين أجرا وحولا وي مؤذنكو وحفي عن إنان شقدا إلهي إنان مارتي أجر كو قادن يسوي حولي صدقضو أخرجه خمسة شنباوري وأفرت سننك يا أحمد وي وحسنه مارتي وحسن بولي الترمذي وصحاب الحاكم حاكم با تسيحي علامة الألباني في صحيح أبي داود الترمذي أي حسك تسيحي وصحيح بوجه وايهي حديثك كلا وعن مالك بن حويرس رضي الله عنه قال وحيري قال لنا وحن نقول لأن نبي نبي قيبان نقول إذا حضرت الصلاة صلاة دي مركي صلاة حاضرته فليؤذن هيدين آداما لكم إذنك أحدكم مدين كيدي كم إذن هيدين آداما مالك بن حويرس ينمان كالورنا ليرا بأن نبي قويمة وحكا برطي مركز سيلا با تنبري بي لتشوكين مركز سو مركي وركين وركي نبيوني عرغيرو دي روان بور ريرو دي ريو والله سيدر دارمي سيدي سلاة دو تكنايان قفك سلاة دو تكنايا سيدي وآداما يان مركز نبي قوحي دي مالك نوحي رسوحي دي قال قال لنا وحي نقول لان نبي نبي إذا حضرت الصلاة مركز سلاة دي دين سو حاضرته فليو أذنها آدامو لكم إذا كاحدكم إذكين هيدين آدامو الحديث حديث كان أخرجه سبعة تضبط بوريا وبخاري مسلم يا أحمد يا فرت سننك أنا همارت أي وريا حديثك ويا حديثك كلوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحكوري لبلال نبي جيب بلال وحكوري إذا أذنت مركد بلال وآذانيسو إذا أذنت مركد آذانيسو فترسل أذانك داريه أو مارت يعني الله أكبر الله أكبر سودا داريه وإذا قمت مركز وإذا قمت مركز أقيمي سنة وصلاة أدو أقيمي سنة فحذر فحذر ددج وحتى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قام سادة وإذا قمت فحذر ددج واجعل كيل بين آذانك آذان كاجا يو إقامتك إقامة هذا واحد كيشا مقدار ما شيء مقدارك كيل يفرق ومارت كفاروق أيو الأكل كي عنتد عني من أكله عنتديس وإذا قمت مركز أقيمته فحذر ددتي مركز آذان كنا ديره واجعل الكيل بين آذانك آذان كاقية وإقامتك مركز سلاة آذان تمركز مياه لاقمة مايا ولو يركادية مركز انتي لو رحيسية وحذر حيسية بود آذان كاقية قيم كاقة مقدار ما انت أقدر كيسة يفرق كفاروق أيو الأكل كوحونايا من أكله عن تديس قفك أنت لقمة أنت وحونا شن يتون ضيقه لا تنضيقه قفك راجيا لا تنبوك عنا قفك دقدق يعني إلا طبعا شن يطبعا مركا أنت أكدك الحديث الحديث رواه الترمذي وضعفه حديث هو ضعيف أو رواه مارث رواه القليل كان أيو على أيو الباب نكو ضعيف يي نين لورنشري عبد الرحمن عبد المنعم لهذا أو مجهولة أيا كجرة علماء قارب على شواهد بوليه يا سود ويسي لكن الباني وحول حديثك ضعيف ضعيف الإرواه القليل كيو ضعيف الترمذي كيو ملهاس أيوكو ضعيفي حديثك كلا وله وحوصق ناضي عن أبي هريرة أبي هريرة وحوصق ناضي وله ذا هي حديثك وريكو عطفنت من الترمذي باترو وله أي الترمذي وحوصق ناضي عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى غير الله كاذي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيدي قال النبي وحيدي لا يؤذن يانو آذام إلا متواضئ مد مرت أن ويس يانو آذام مد ويسقب مياني لا يؤذن يانو آذام إلا متواضئ كي ويسقب مياني مد كلا يو آذام وضعفه حديث كان ضعيفه أيضا ترمذي ابن حجر عثقلاني انه ضعيف وضعفه ايضا مركز ضعف كان وحيسكله ترمذي قاهره ترمذي حديث كورنه ضعيف
كان دمنا وضعيفي وضعف ايضا اساسا كلا البانينا حديث كو ضعيفي سداس وكلا مرت يعني وضعيفي لان انقداع با كجره او زهري با كوري ابو هريره ابو هريره زهري نسمي سو غارين وايه نيكا زهري كوري ينسو ضعيف وايه وحو يدي حديثك كله وله ترميذ وحو غصقنا ذي هدنا ولي ترميذ روايات كيسي وياني عن زياد بن حارث وله ترميذ وحو صوصاري او كسو وريي عن زياد بن حارث مارت السحابي قال هذا رضي الله عنه الى ايرا لها كاهذي قال انو يدي قال الرسول كوحو صلى الله عليه وسلم من اذن قفك اذامه ايا فهو يسقو يقيم اقيما يا حيث ضعيف لكن وحكوا لنا هذا عبد الرحمن ابن انا عمال افريقي ايا كجرو مارتي صالحها لكن سيء الحفظها لكن معناها حديثك ضعيف هذا سيدي تاي بابا مارتي يعني واسكا شيء واقعي هو قفك آدامة ينبع قيمة الا ديك لما مش فوضي نغنسة حديثك ضعيف لكن معناه سجود ايا مارتي علماء ايكو عمل فلان معناه سؤال عمل فلان واي هيك واي هيك الروايات كلا سواء الوري الروايات ضعيف كأ يعني هي شاهد نقول كرتها رواد أي شن تبوريين أفرد السنن كي أحمد باء عن زياد بن حارس السدائي قال رسول كوحوري يا أخي السدائي أذن ور نينكي رير سدائي مارت أقن بويد أذن بويد آذان قال وحوري فاذنت وأنا آذامي فأراد بلال بلال با وحو دوني أن يقيم ينو أقيمه وفقال مركب وحو كويدي رسول صلى الله عليه وسلم يقيم وحا أقيم يا أخو السداء نينكا غير سدا أيا آدم أيا قيمة أيا مكرنا آدمي فإن محايا لمن أذن قفك آدمي با فهو يسقو يقيم ف با با فهو يسقو يقيم مدي يا بداودي من ماجي أحمد أيا صو صار لما أفرت السنة كيس مرت يا أحمد با ويصو صارين سدا إنه شجني الله مستعان مرك آذانك يا قيم كإن هالقف لو الدين أيوه با حديث تكاور ضعيف كاي كان كلا شاهد كو هبا اي شيء يعني لكن هو اسكبنا انت معناه جمهور العلماء وحدادين هدو قف اذامه مت كلنا هو قم كره لكن سدا وعن باه ان اذان كياقم كما قف قره لو دايو حديث كلا ولي ابي داود وحوصغن من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعبد الله بن سيدنا عبد الرب صاحب الاذان سقي يا بيبي لا الله كاده انه قال انه يدي انا اني يا رايت اركي انا رايته اركي يعني البلال بلال بوجه الضمير انا يا رايت اركي هو بلال يعني البلال وانا اني او كنت وانا اني او كنت مرت اريد وانا اني او كنت اريده دونايا انا رايته يعني بلال بان اركي وانا كنت اني او أريده دونايا وكو مرتي أو يعني أنا رأيته يعني وحيري ها سوق أنكو علي ولي أبي داود وحوصل من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إنه يلي أنا جاي رأيت أركي هو يعني الأذان أذانك مركي أن أذانك كل رياضي مرتي الرسول كانوا شيء ويلي وهذا الحق وأنا جاي كنت وحنها أريد أريده إن أذان دوني ما دام أذان كان كل رياضي إن أنا أذان كلا يدرو أيان دوني قال وحيري مركب بلال بالي يدي أذانه مركاسا قال وحي يقول النبي فأقيم هذا أقيم أنت هذا حديث كنا ضعيف صح ذا واحد هيد نبي وحيري عبد الله بن زيد بلال با مرتي كعد في عنه بلال أميري أوبر مركو آذان كي برينا آذان كي مرتي بلال با أقم كي إيو آذان كي بيسا قال لوريغي
marka riwaayadan daciifka ayuu leeyahay adiga aniga aqimka lay soo reebay waa daciif weeye, daciif weeye. waaya sanadkiisa waxaa ku jira la yiraahdo maxamed ibnu cumar alwaaqifi, waana daciif ayaa xadiiska maratay aafeeyey. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن نك ادم يا املك اسغا ايا ما امره بالاذان اذانك نك مؤذنك اسغا اذانك حكمه الا هو اذانك مرت نك مؤذنك ومؤتمن امام كنا وطامن حديث صحيح حالينه اين كسو ارغني تصحيح مرت صحيح ترغيب وترهيب المؤذن مؤذنك املك اسغا ايا مرت هنا شبدن بلا اذان اذانك والامام امامكنا املك اسغا ايا اسنا مرت هنا شبدن بالاقامه اقامه وحا حكم مؤذنك هل امامك لان لما صلاه لما جلي كرو الا امامك يمادو او كل هذا نك مؤذنك ورقب لكن حل قال اذان ايو نك مؤذنك با حكمه marka salaada la gelinaya hukuma imaamka imaamku waa oranaya muadinki war mee muadinki waa kan aqib saas banaas wal imaamu imaamkuma amlaku isaga hana marta hananaaya bil iqaamati rawahu ibn adi wa da'afa hadith kana marta ibn adi ba da'ifi walil bayhaqi nahwuhu an ali radiyallahu anhu wa min qawli hadha al kisa hadith kana wa da'if waye nila ra shariq ibn abdullah al qadi oo sayy al hifdiya aya hadith kana marta aya la tafarruday oo kaliyi hadan بعد له هنا شواهد حديث كيسا مارت الله ضعيف يو لأن حفظي كيسا يا ليتا عدو قفكم حديث وضعيف يا حق حفظي كيسا حيا بقى حديث كضعيف يا كمت واي هاي وعن أنس وحى القوري رضي الله عنه قال قال الرسول كوحر صلى الله عليه وسلم لا يرد لما عليو الدعاء والدعاء دي لما عليو بين الآذان آذان كود حسية والإقامة مركا لا آذامه iyey intaan la aqimin wala ducaysta rasuulku wuxuu yidhi la yuradu lama celiyo adducaa baryadii bayna aladaani aadaanka dhexdiisa iyo waliqaama aadaanka iyo maxaa la yiraahdaa iqaamada dhexdooda baryada ilaahay la baryo lama celiyo rawaahu nisaa'i ba xadiiska wariyey wa saaxib ibn khuzaymah ibn khuzaymah yidhi xadiisku waa saxiix waayahay darajada xadiiskuna waa saxiix weeye saa aynu sheegnay saxiix weeye وعن جابر رضي الله عنه أنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول من أحد كي قال يلا هذا حين يسمع النداء قفك يلا هذا مركو آذان كمغلو اللهم إلهي رب هذه الدعوة ربي جي دعوة دعوة ربي جي لها يو التام دعوة لما يستريت مرت يعني واحد ترى هذا وحول يري النبي يقول من قال نينك يلا هذا حين وقت كي يسمع ومغلو النداء آذان كي marka uu maqlo qofka yiraahdo ee markii de uu dhameeyo ee uu ka daba yiraahdo ducadan qofka ku ducaysta yiraahdo allahumma allahu ayya allahu bay ka dhigantay rabbi rabbi hadhihi da'wa allahumma ilahayo rabbi hadhihi rabbi gi marti rabbi hadhihi ad-da'wa rabbi gi da'wadan atama dhameystiran rabbi geediyo wa salati saladina al-qa'ima way taagantahay rabbi yaw atisi muhammadan muhammad sal wasilata ilahu wasilasi wasiiladu waa meel ilaahay subxaana wa tacaala oo ambiyada nebi maxamed ka soo saari doono oo shafaacada weyn ilaahay uu ku gaarsiin doono aati ilaahu si muxamedan wasiila wasiiladii uu shafaacada ummadda gaal iyo islaamba u shafeeca qaadi lahaa ee qiyaama marti lagu kala dareerin lahaa qaarna jannada la qabasin lahaa qaarna naarta ilaahu wasiiladaasi walfadiila ilaahu fti fadliga badnayd ilaahu taanasi wabcas ilaahu ka soo saarhu nebiga مقاما ميلو محمودا لما هديو خلايق دو دمي قيامها ميلي مهديان إلهو كسوسار الذي ماشي مقامك وعدته أدو بلن قادي هدو ننكو الصائر هدو مركا لا آدامو إيه محام كود أدو عدا كود عيستو حلت وحا حلال نقيم سبول النبو له كي دو عدا كود عيستي شفاعتي شفاعة ديدا يوم القيامة ما نتا قيامانا وشفاعة قادايا مركا دعوين كاللو دو عيستوي كميتاي مركو آدان كرمادو اللهم رب هذه الدعوة إلهو مارتي ربي جي دعوة نسكلها تامر دا ميسترانتي يو صلاة صلاة دي سكلها القائمة تاقنيد آتي إلهو سي محمدا الوصيلة ميلو كو غارو وصيلو يدرجو إلهو سي درجو او كو غارو إنو نقضو كوغو شفاعة دوين لأ خلقي قردنو شفاعة قادة يو الفضيلة فليد إلهو سي
وابعث إلى وكسو صاره النبي مقاما ميلو محمود الله مهديو الذي ماشي وعدت ودو بلن قاضي هدو نكو ساكو دعي سنب وحوري حلد له غفكا وحلال نقنسا شفاعتي ما ننتا قيامينا وشفاع قاضو يوم القيامة أخرجه أربعة أفرت وحوريه سنن كبا حديث كان علمت الألباني أفرت سنن كي يقير كي حويه مسيلة ذهن إلهي النبي قوصينا يا إساقانا يعلنا يا شفاعة العظمى بان الله إلى هذا هل كعاوه إنه قتشوغو كتاب الصلاة إنه كبلا بدونا بري هدي إلهي إلى هذا صلى الله على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد شير قرية انت إذا انكبحين مارت خير بان دير الجينية مراد بان الله هي ليس دعيان ودين سو دعينية إلهي قفل بمراد كسا وان معسي لهين وان ربعت لهين إلهي مدك تاكسيو وحوك بقايا إلهي كبد باديو وحيو كفر حسين إلهي هو تامي يلو جندنا إلهي هين نقليو نارته هين نقبد باديو إلهي حنونة وريقة إيه كورونا هي مصيبة إلهي نقبد باديو إنه إيه والد دينتين دادكي نقرن إيه مسلمين تي يقود هان أدون كورنا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفلو بشهر قريه تيدان كبحين